نذكر منها مدينة قرطاجة، وقرطاجة هي كلمة عربية لا شك، وتعني القرية آجا الجديدة، القرية الجديدة أو الحديثة، لتمييزها عن عتيقة، وهي المدينة أو القرية العتيقة التي بناها الفينيقيون العرب في تونس، فلذلك سموها قرطاجة أي المدينة أو القرية الحديثة. قرية معناها مكان الاستقرار. الآن بعد ذلك حضرموت، ما أحد تساءل اليوم لماذا سماها اللبنانيون الذين جاءوا من صور مدينة في لبنان، جنوب مدينة بيروت في لبنان، وهي كانت عاصمة الإمبراطورية الكبيرة العظيمة الفينيقية العربية بحضرموت. ما أحد يسأل نفسه لماذا سموها بحضرموت، لأن الفينيقيين جاءوا من جنوب جزيرة العرب كما قلت، من اليمن وسلطنة عمان، استقروا في القطيف والإحساء في السعودية والبحرين، ثم بعد ذلك هاجروا إلى الشام، مثلهم مثل عرب الجزيرة الذين سبقوهم وبنوا مدينة سور اللبنانية، لأنه يوجد سور في سلطنة عمان، شرق سلطنة عمان، فبنوا نفس تيمنا بسور العمانية العربية، بنوا مدينة سور في لبنان على الساحل اللبناني حوالي 2300 قبل ميلاد يسوع المسيح، أي منذ أكثر من 4000 سنة، مدينة سور، وأصبحت عاصمة الإمبراطورية العظيمة الفينيقية. كذلك تبسوس في الوسط الشرقي لمونستير، للأسف مونستير كلمة لاتينية، بالقرب من راس ديماس، راس ديما، وكذلك راس بينا، بينا، راس بينا أي رأس الجزيرة أو شبه الجزيرة بالعربي الفينيقي، وهي مدينة المونستير التونسية. عتيقة وهي موقع مدينة أوتيك، المطلوب أن يسموها أو يطلقون عليها الاسم العربي أوتيكا عتيقة، للأسف الشديد الحالية التونسية. ثيناي وتابا رورا وهما بجوار مدينة صفاقس التونسية الحالية، وكذلك سوسة وكركوان في الساحل التونسي، دمرها كذلك المتوحش الهمجي البربري الجيش الروماني، لأنه كانوا من الهمج والبرابرة، وكذلك فكان عدوهم الأساسي الحضارة والمدنية والرقي. وكركوان في الساحل التونسي سماها اللبنانيون بكركوان لأنهم وجدوا فيها طائر كبير طويل العنق والرجلين، لونه كلون الغبار، بالعربي كركي، كركوان بالفينيقي، في العربي كركي. كذلك بنزرت أو عيبو، عيبو من عب، العب معناها الداخل، الجوف، أكرا، بناها اللبنانيون، جاءوا من مدينة صيدا اللبنانية، وصيدا كذلك في جنوب بيروت، فبنوها في تونس. الآن لنتكلم عن الساحل ليبيا، سبارتا وأويا، أويا هي طرابلس الحالية، ولبادة أي لبدة، لبدة، لبدة العظمى، وسرت وغيرها كثير من المدن. أما في الساحل الجزائري فبنوا سكيكدا، وسكيكدا هي راس كاد أي راس المنارة، وطبعا عنابة وتباسة وأيول أي شرشال الحالية، وقرطة أي القرية وهي قسنطينة الحالية، وأكزيم أي جزيرة النوارس، جمع نورس الطائر نورس، والقل القل وإجيلجلي جيجل، وكذلك سالاداي بجاية، وراس كورو وتيبسا، وراس كونيا أي برج البحري، وكرتناي أي تناس، وروشكون وهي في شمال تلمسان.